حسلمة لينا. حسلمة. سافا؟ سافا. منين جيتنا اليوم؟ جيتكم من نابل. مرحبا بيك. عايش. شنو نعملوا اليوم؟ احكي لي. اليوم شنو نعملوا؟ طاخت. اي. باش تغني لنا؟ اي. اي. باش نغني لكم تونسي ومصري. تونسي ومصري؟ زوزة؟ اي. ايوه حبيبتي، وشنو آخر؟ باش نحكي لكم زادة على نابل باش معروفة. اي. وعلى برشا حاجات اخرين. اوكي اوكي، برشا حكايات، برشا حكايات وبرشا حاجات وبرشا تطيب وبرشا جو. هاكا ولي نمشيو نطيبو. هاي هاي. كوكو، حسلمة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كوجينة اليوم جونيور. اليوم جيت بحذنا لينا. حسلمة لينا. حسلمة. سافا؟ سافا. اش باش نطيبوا اليوم؟ اليوم شو نطيبوا؟ بات. باش نطيبوا مش بات عادة. دي تخت ليت سكري. أم باش نبداو بالبات هذيك علاش؟ هكا ولا؟ مغرومة أنت بالتطيب؟ إيه. شنو هي أكثر حاجة تحب تطيبها؟ أكثر حاجة نحب نطيبها أكل لي جاتو، كل شيء حاجات كيما كيما هكا، معناها حاجة حلوة وكريم باتيسيير ومن بعد نزينو بالغلة. فوالا فوالا إكزاكتومون. باهي، باش نبداو بالبات نتاعنا. أوكي. أول حاجة يا سيدك بن سيدك، باش ناخذو 250 غرام فارينة وردة. هذايا فارينة نتاع جاتو. باهي. هانا باش بالعينين. عندي هو ميزان. أمينة نحب العين هذي تاو الفيرين، هي 250 وهذي فيها كيلو، معناها مش حط الربع نتاعها. اوكي. ديما طيب في الدار أنت؟ أي. مع شكون طيب؟ مع ماما. مع ماما؟ أي. شنو طيبوا مثلا؟ نطيبوا مثلا كريب. أي. مثلا بيتزا. أي. حاجات كيما هكا. حربت هالدنيا، لحظة لحظة ورك. صفا ما تكسر شيء. اي وشي اكثر حاجه في الحلو اللي تحب طيبها؟ اكثر حاجه جاتو. باش الجاتو تعملوه مثلا بالفاني بالشوكولا. تحب الشوكولا؟ تحب الشوكولا؟ اي برشا برشا. شكون ما يحبش بربي الشوكولاته؟ كان صاحبتي ميا، عندي صاحبتي ميا تكره الشوكولاته. كوكو ميا، هكا كان نحكي عليك في التلفزه. يا سيدك بن سيدك، باش ناخذوا السكر المحاور نتاعنا اللي هو سكر غلاس، هذا سكر مرحيره ديك هي الحكايه. وباش ناخذوا معاه الزبده نتاعنا، زبده ديليس. ديجا هي تبدا هكا غرادوي، احنا حاجتنا ب 125. باش نعملوا هكا، هاي ال 125 نحلوها بالسيسه بالسيسه. اوب ونحطوها ونحطها وش قصها تروف صغيرونات الساعة قبل. سهل. عندك خويتك لينا؟ عندي أختي. كبيرة ولا صغيرة أختك؟ أكبر مني. أكبر منك بقديش؟ 3 سنين. أي سهل، ما كمش بينتكمش برشا معناه. قراب في العمر هكا ولا؟ أي. وشني تلعبوا مع بعضكم ولا شتحكي وعندكم أسرار وكل؟ أي. بالحق؟ مثلا شني الأسرار؟ حكي لي سر نجم تحكيه. فما سر يتحكي ولا تحكي لك على العميل اللي تعملهم؟ اي مثلا اشتعمل. انت باش تعمل ما تعملش يا عميل. انا اي نعمل. مثلا اشتعمل؟ مثلا قلها ما فقتش في الصباح طيحت لك تليفونك. مش بالعاني طيحت لها تليفونها؟ لا مش بالعاني، جبت قصيخ طاحت. صحيتك. وشنو هي غير تعمل؟ تلبسها لحوايجها ولا؟ اي. شنو هي مثلا الحاجة ديما تلبسها لها؟ وين في باليش بيك؟ كابوش. كابوش نتاعها؟ اي. اي وشنو هي آخر تعمل لها من عاملة؟ وناخذ حاجات هكا وكلها حاجات برشا حاجات. وهي ما تعمل لك حتى شيء؟ هاكا في باليش تلقاها. اي وهي ما تعمل لك شيء ليك أنت؟ تعمل لي شيء. معناها أنت عاملة فيها؟ اي. هكاكا. اي صحيتك، فرحانة بروحك. حتى اختي الكبيرة الحق نعمل فيها.
نحي لها حوايجها. قولك شنو نعمل مثلا، هي تبدا باش تروح لدارها وين نمشي نحي لها الحوايج نتاعها ونمشي نعمل نخبي ومزعزع حوايج مسخه وبعد نلبسهم. اما عادش نعملها راهو ذي كان كي كنا صغار هكا ولي اي كبرنا تو. ولا لينا ذي منين جيتنا ميلان؟ لينا انت قلت لي جيت من نابل. جيت من نابل؟ اي اي احكي لي شويه على نابل. انا ما نعرفهاش بالقدي بالقدي. نابل معروفه بالفرقتين والهريسه والفخار زاده. في راس العام يعملوا كسكسي. شو يعملوا في راس العام؟ أي. يعملوا كسكسي بالقديد. اي ويحطوا فيه الحلوى والفاكهه وكل شيء. اي وزاده نعملوا المفرد. شنو المفرد هذا؟ مفرد نمشيو مفرد ولا مفرد؟ مفرد ايه؟ نمشي ناخذ العروسه ونحطها في المفرد ونحطوا فيها الحلقه. شنو العروسه؟ ما فهمتش. ناخذ عروسه بالحلقه بالقاب السكر هذا ايه؟ ونحطوها في وسط المفرد. مفرد ايه؟ والمفرد شنو هو؟ خاطر انا مانيش نفهم فيك راهو بالقدا. المفرد ايه؟ ياخذوه مثلا في يبدا معون هو صحن. اي صحن هكا صحن وفيه كيساق. اي ونحطوا فيه العروسه. اي نحطوا يدور بهاكا الحلوى والفاكهه والكسكسي ولا جوست حلوى. جوست حلوى. اوكي ومن بعد تاكلوها. اي هذه في وقتها في راس العام. اي وتعملوا زيدا في بالي عندكم الزهر. اي عندنا زهر في الربيع نقطروه وقته تقريب هو يبدا. اللي هما هذوكم كالنوارات نتاع البرقدي. تبدا ريحته بنينه هكا ولا اي بنينه. اوكي باهي توا احنا شفت خلطنا الفرينه والسكر المحاور. وتوا باش نحطوا السكر المحاور والزبده. توا باش نحطوا الفرينه. باش نعملوا هكا باش نعملوا هكا. انا باش نوريك كيفاش وانت كمل باهي. شوف كيف باش نعملوا. باش نعملوا هكا هكا حتى يتخلطوا الكل مع بعضهم بالقدي. اوكي باهي باهي. هي انت قبيليك قلت لي عندك باش تغني لنا بالمصري وبشني اخر وبالتونسي. تبدا تغني باه تغني لنا. اوه حربت الدنيا بالفارين. باش تحب نبدا لك بالتونسي ولا بالمصري؟ انت انا تحب تبدا بها ابدا بها. تحب نبدا لك بالتونسي؟ باه باه بالقوية ما باش يسمعونا. ينجيك ويناجيني من عين الحسان خليك ويخليني عشتنا أعيان لما نكونوا سنين ترارارام بعد عن العينين لما نكونوا سنين بعد عن العينين تبقى لي يا زين يا زين يا زين الأزياد ترارام تبقى لي يا زين يا زين يا زين الأزياء ترارم من عين الحسام من عين الحسام ينجيك وينجيني الله معنا معنا يا هنانا ويا هنانا الله معنا معنا ويا هنانا ويا هنانا يوم الفرح جانا والعالم هنانا يوم الفرح جانا والعالم هنانا الله معنا 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 سعدي وسعدك بنت العم زنها في الدنيا ما فهم سعدي وسعدك بنت العم زنها في الدنيا ما فهم تكويني وتداويني تكويني وتداويني كي تغزلي وتتبسم كي تغزلي وتتبسم كي تغزلي وتتبسم ملا برافو كوكتيل هذا وكامل هكا ولي. اي شكون حفظهم لك الغنيات؟ حفظتها لي مدام كي كنا في الروضه في الحفله. والله يعطيك الصحه ما عادش عاد توا روضه كبرت وكل فرقصم. انت قد ايه عمرك ما قلتليش ولا قلتلي؟ عمري 10 سنين. 10 سنين كهو كي توليو زوز ارقام عمركم
كي توليو نزيدو تكبروا شوي هكا ولي بمادام كنتي تغني انا زدت حطيت عظمه باش لميت بها العجينه بتاعي وحطيت شويه ماء به هكا 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 باش تتلم ايلمها انت تاو شويه العجينه اوكي انت قاعده تغني واش بليش بيك انا باش تعملي كوكتيل فريمون يعطيك الصحه وبعد المصري زاد كوكتيل اي الدنيا حلوه بنينه الله يخلي كوكتيل ما عرفش كوكتيل نغني برا انا تغني اي باش نغنوا ما اخر في الدار باغ الكوجينا والغناء نشطح انزل انزل بالكدا اي نشطح زاده اي اي وانت واختك هذا كل تعملوها اي لا يعطيكم الصح منا ما تقلقوش في الدار ما نقلقوش دي معنا ما نعمله جملة 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 والدنيا وليت كلها فارينة ومريولي بالفارينة شنو تحب تطلع كي تكبر؟ أنا شو تطلع فيتيرينير اي شنو الحيوانات أكثر حيوانات تحبهم أنت؟ أنا نحب الحيوانات الكل ما عنديش فرق بيناتهم لا لازم فما واحد أكثر أكثر واحد القطاط القطاط انا عندي قطوس في الدار عندك قطوس اي شو اسمه شانيل قطوسه ولا قطوس قطوسه قطوسه كيف كيف منظرها ولونها وكل بيرسون محليه مالا راك اه انا قطوسي قطوسي نورمال شات غوتشير محليه ما اي كي كل نمر شويه اي نعرفهم كل يبداو اي كي نمر نعرف كل قطاط هذوك كل شوفوهم في الشارع اي عم شعره هكا طول شوية من هنا عامل هكا هكا كالسيد ديجا توا نلمو البات نتاعنا باش نخليوها ترتاح على روحها وتوا باش نعملو كريم باتيسيير داكوغ باهي نعملو لها هكا هكا هايك لازمها توا تبرد قبل ما نبداو نحطو فيها في الليمون نتاعنا تحب تغسل يديك باهي اغسل يديك وبعد تحطها في وسط اللبابو تغسل الماعون في الدار ولا اي نغسل الماعون في الدار بالحق والله وشنو اخر تعاون في الدار احكي لي نعاون امي في قضيه الدار في قضيه الدار كوجينه تخمل امي لو كلها اي نعاونها لازم ديما راهو تعاونوا اميتكم في الدار اي هكا ولا واحد يتلهي بيتو يتلهي هكا بالامور نتاعو حوايجو ما يخليش البيتو تتخوض وادواته ديما منظمه باش يلقاه وما يبداش ضايع ونهار كله يلوج هكا ولا ويتاخر على المكتب والله ويقعد يلوج هو يلوج يلوج ترى هذه فيها الفارينه خلنا نفضها هوني فوالا وتو باش ناخذوا للكريم باتيسير باش ناخذوا 6 عظمات باش نفرقوا الابيض من الاصفر جربتها قبل العمليه هذه ولا اي هاي خلينا نجربوا تو ان شاء الله ننجحوا فيها العمليه ان شاء الله يا ربي باه نبدا انا ولا تبدا انت ابدا انت اوكي اجا من بعد دوله باش نجمو نشوفو انا بالقدي بالقدي فاش نعملو هاي ربي يستر نعملو هكا هكا وهكا هذيا سي بون باه نحطو بابي نحطو عليه هيا هاي حطوها هذي هوني هاي جرب انت تو فهمت كيفاش؟ ايوه ان شاء الله ما يسالش كان ما نجحتش مش مشكله اضربها اقوى شوي زيد ما تخافش فوالا حلها تو شو اغزر لي ما تحلهاش هكا حلها هكا اغزر لي اغزر لي مليح باش نعرف نتكل شفت بسيسه ريت تجيب الاصفر من هنا وترجع الابيض هكا تعمل هكا تشبيني حتى الابيض غادي مش مشكلة باه توا زيد جرب هاي زعما باش تنجح زعما اللي هنا وبما الطنبور ما تخافش اضرب اضرب فوالا تحلت حط بصويبعك الزوز بالسياسة ويدك هكا تعوجها شوية سي بون ما حبش يتحل هيت نحلها لك نكته ومن بعد نعطيك تقوى عليها ما تخافش بحلها ساعة ما تخافش هذيك صحيت حرب ترى سيب ظهر لي سي بون نجحت العملية
بيه نتصور الثالثة تجيبها بالكدا صحيحة إن شاء الله. طب كملناه اليوم. هاي. شفت ما تخافش منها، بديت تفهمها تأخير شوية. هاي. نضربها على جنب. فوالا. تو صحيتك. صح ما تخافش تخاف. صبها تو ديريكتومون في الأخرى. فوالا عاود صبها مرة. وب. زيد عاود لها حتى يتنحك الأبيض الكل. ادهز هكا يدك شوية باش يتنحى الأبيض. نحاشي. هاوك. سهيلة توا والليل العملية. باهية. كمل هنا الأخرى برخص اللي يجيك مادام أنا كملت هذي. تان أوه عملت عملة. حطيت الأبيض هوني. باهي توا نوسع بالي ونهز الصفر باش نحي عمك الأبيض. هي تفلقت مش مشكل، المهم مش في مع الأبيض. ديما فما الحلول راهو ما تخافوش، حتى كي تبلبزوها كيفينا هكا ما تخافوش. واخيرا هكا قول لي الحمد لله والله خنشل اليدايا انا زيده وننظفوا الدنيا. تحب القرايه انت شيلينا ولا ايه؟ قرايه ولا قرايه نورمال ولا نورمال؟ هاي بيه. و الدروس كيما تخدمهم؟ اي تخليش هكا الدروس ما مش مخدومين ولا حاجه. سيغ سيغ ديما خدموا دروسكم، خدموا في ساعة في ساعة دوبا تروحوا من المكتب باش ترتاحوا منهم. باهي باش ناخذوا الاصفر نتاعنا نتاع العظم وناخذوا معاها السكر وباش نركضوه بالبطاقة باش نعملوا عليكم شوية حس. باهي اي جاي خلط بشوية خلينا نفسر لهم لحظة اش باش نعملوا. مادام الذومة قاعدة تركض فيهم لينا، أنا باش نحط نص لتر حليب ديليس فوق النار. هاي زيدوها شويه برك خاطر هذيك قعد ويحل في الحارب. نعملوا له هكا. هاي زيدوا ركضها شويه بركة. اوكي شويه بركة اخرى. باهي تو باش نحطوا مغرفتين نشي وباش تزيد تركض شوي. نجمو تحطوا نشا ولا فارينة، أما بنشي خير تجي التكستور أحسن خاطر. هاي أركض هاي تزيدك شوي. نحطو نقطة ملح. دور بالكبير راني هبط لك هكا. بيهي تراه تحب هذايا توا سي بون نورمالمون. الحليب هذايا دفي. شو توا واش باش نعملو؟ دوب ما يدفى الحليب قلت تعرف باش نعملو؟ انا باش نبدا نصب لك الحليب بالسياسه وانت باش تبدا تركض بالسياسه. من بعد باش نرجعوها على النار نقعدوا نخلطوها حتى هكا تشد روحها. حاضره؟ حاضره. هاي حطي يدي هوني. بسم الله. هاي يبدا انت اركض بالسياسه. سياسه.
بون كده هنثبته طب شرجعوها على النار تعطيني مغرفه لوحه باش نحركوا بيها شعلوا النار وكالعادة في جاركم ردوا بيلكم لا تشعلوش النار وحدكم والفوغ والسكينة والمقص وذوكم الكل اها وكاتا وش نقعدوا نحركوا في السياسة ميرسي تحط هذي في الحوض عايشك بعد وكا المعون يستنى فيك اوكي ايه كيفاش الكوكتيل مش كوكتيل كيف الغنية احسن يجيك كنت تحب كيفاش باش تغني لي بعد الغنية المصرية راه اي في بالي انت تعمل في كلوب دو شان وتمشي ولا حاجه هكا اي نمشي مع ماما ما خاطر حتى ماما ما نمشي مع تمشي مع امك اي اي وامك مع شكون تمشي مع صاحبتها تمشي هي وجدتي اي تشي خميله اي باهي هاي اقعد هوني وباش تقابل جمهورك وتغني له باهي بصوت عاليه هاك الجمهور غاديك ديجا انا كل ما نبدا نطيف كوجينا مع ماما نبدا نغني هاي بي ملا كنت تخش عليك في الدار ملا هاي هاي كيفي كوكتيل مصري اي شنو حضر في روحي والله عندك الحق وداري غنية أم كلثوم أم كلثوم عندك غنية أخرى؟ أي حتى ذي أم كلثوم مدام الكريمة طابتة هاكا باش كيكا يقعدوا يستنيونا بالفن هاي قريب هي بديت تنحي فك الكشكوشة وبديت تشد في روحها يا حبيبي ترن يا حبيبي ترارم بام الليل والسماء ونجوم وقمر وقمر وسهر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا بالحب سوا السنين الهنا بام ويقول للهنا ويا حبيبي يلا نعيش بعيون الليل يلا نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي يا شمس تعالي 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 يا شمس تعالي بعدي سنة مش قبل سنة في ليلة حب حلوة ترارارارا
عمري ايه الليلة زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة. برافو. كيفك الغنية جات قد قد مع الكريمة؟ هايك الكريمة يبست هذي باش خليوها الطنجرة كي تبرد باش ناكلوها كيكة. هايك توا ديريكتومون هايك الكيكة هذي زادة توا بعد نلحسوها خليوهاش هكاكا. اون فالا فيلمي او كونتاكت كيما يقولوا ديريكتومون باش نحطولها البابي سيلوفان. خليوها هكاكا تبرد بالكدا وبعد تحطوها تبرد في الفريجيدير وبعد تحطوها في البوش ادوي ونزينوا بها. باهي متفاهمين؟ متفاهمين. كرنا حاطين فيها شويه زهر كيكا باش هكا نذكروا نيبل. خليوها هذي تبرد على روحها بالكدا. تو باش نخرجوا البات نتاعنا وباش نحطوها في المول. باش ناخذوا لي مول نتاعنا الصغرونات نحيو الباتور كملنا منه وباش ناخذوا شو اسمه ذا قلقال. باش ناخذوا القلقال زوز قلقاليت هذو درت شنو هي الجمع نتاع قلقال. وباش ناخذوا بابي كويسون باش نحلوا العجينه نتاعنا. نحي الساعة الزايد من بحذينا ديما كلين از يو جو كيما نقولوا لازمك طيب وتنظف. باهي نحيو هذوما الحاجات الزايدة كل من بحذينا. العظايمة نحطها هوني السدة لهنا. باهي باش نمد البات وباش اوبس شعرة لا كسرتها الفريجيدي. توا هايك البات بتاعنا بردت باش نحطوها ما بين لي دو بابي كويسون باش ما تلصقلناش. هذوما خلي هذوك فوالا حلها نحطو شوية هكا نحطو البات بتاعنا ونزيدو زادا شوية فيلينا نحطوها فوق. فوالا تو باش نحلوها هكا هكا هايكا. ترى شوفوا هاي قاعدة تحل بالقدي. ايه تعمل انت تو شوية ده وذا صحيت تنزلوا دور هكيكا. زيد 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 من هنا من هنا ماكش قاعدة تنزل. فوالا زعما تكون قد قد مشيرات الكل. راهي نعملها نزلة أخرى باهية جو لطيبة. اي يتعب ولا لا سافا؟ اي راه نجودوها بالكدا باش تجينا تقرمش من بعد كي نطيبوها. هايك كل قوتي هايك توا باش نقصو هكا هايا نقصوها بالكدا فوالا. وبعد باش نعملو هكا وننزلو ونطلعوا الاحراف بالكدا. اش قاولك سهله العمليه؟ اي ماهيش صعيبه. صعيبه هاي بيه مي احنا خنكملوا نفورموا البات نتاعنا نمشيو الفاصل وبعد نرجعوا. اش قاولك؟ قولوا اتو تالور اتو. ركوكو رجعنا لكم بعد الفاصل. طابوا لي فون تاع لي تارتليت نتاعنا طابوا بالكدا بالكدا وكل الكريم باتيسير شعر غلط في اسمها هيا لهنا حق نتاع ربي مستنينا هيش تبرد بالكدا 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 انا باهية. وباش نحطوا الكريم باتيسير نتاعنا هكا هيك جات محليه محليه الكريمه نتاعنا ايه اما الاخرين حنحط خنحطوهم بالزينه هكا
فيها بنينه. اي انا حسيتها باش تطلع بنينه بنينه بنينه. حتى انا برشا زيت بالحق. اي مقلك تقولي هو الريحه هذه ذكرتني في رمضان، احنا طيبوا في الطاخ تقولي ذكرتني في رمضان. باهي هاك شخشخنيها بالكريمه والكريمه جات قد قد. نزيدو شويه هذي، نزيدوها ذاكية. باهي وتو باش نزينوها، باش نزينوها حضرنا فريز قصيناه، الكيوي شويه بورقدين وشويه فرامبواز. هاي نبداو نزينوها. نبدا زين كيما تحبي، حطو هكايا حليهم الالوان. اه تحب الغله انت؟ اه نحب. شنو اكثر غله تحبها؟ انا الفخيز. الفخيز هاكا منهم بعد، ولا من الكعبة كلها فخيز كان تحب. هذيا هكا هكا ملونة، ثم زيد هذوما كعب الشوكولاتة مزيانين. اها وكباش قولك ميلا، مادام احنا قاعدين نزينو كملو نزينو على رواحنا باش نمشيو للعبة. تعرف اللعبة؟ أنية اللعبة هذيك شم وذوق وسمي. ذكرتها. اي هيا خلينا نكملوا زين ونمشيوا للعبه شم وذوق وسمي. ركوكو كل لحظه هاكا بالكوكو. احنا غمضنا عينين سي فيفو، تعرفوا فيفو ولا ايه؟ اي هاي بيه رجعتني صحيح ما تعرفوش. زيده غمضنا عينين لينا، حاجه لها قدامها حاجات دي زانغريديون باش تشمهم وكان تحب تذوقهم وتقولنا شنو هما. باهي باهي حاضره. حاضر شمي. هذه اول حاجه قويه الريحه نورمالمون واضحه شويه. حاجه كي كركو بالحلية. لا لا اي حاجه نفوحوا بها هاي. عاود شم ترى حطوها في المقرونه. فيح هاك شم ريحتها كيف قويه وكي تقشرها هي حاجه ثوم. ثوم صحيتك عرفتها. هذه تاع الحاجه الثانيه ترى تاع نعطيك دي زانديز. عرف محلي هريسه. لا هما ملفاح هذوما ولا اي نقول لك مثلا شنو نفوحوا بيها. شنو نفوحوا بيه؟ مثلا نحطوه على البيتزا، نحطوه على المقرونه ترى. عاود شم وقع لي صوتك بالكدا عاد. هكا هو صغير لونه اخضر. لونه اخضر اي اي صغير. اي اي نعرفوا الكعاب الصغار هما. هو نقول لك شنيا استنى والله نسيتهم شو اسمهم صح. هي كلا اوراق شايحين ومحطحتين. اي قول لك تبدا بالحاء بعد بي حبق. حبق طلع ما تعرفوش. عرفت شنو ترى حبق انت شتا سخايلو فلفل اكحل سخايلو. لا سخايبك الكعب راك حطوهم في البيتزا ذوك. انا هما الخضر لونه. ما نسمعش يا بنتي راني ما نسمعش. اكل لونهم خضر هكاك صغارك اللي ياكلوهم حبق. ما نعرفش والله ما عرفتش انا زاده. هي ورقه تبدا. مش ورقه هكا كعب صغار. زيتونة باهي مش مشكلة من بعد توا ترا حاول شم هذايا زعما شنيا نعناع. لا لا عاود شم الريحة. حاجة نجمو نقليوها، نجمو نصمتوها، نجمو نطيبوها، نجمو نفوروها. هي وراق هي نظهر. لا لا مش وراق مسها هذايا غبي هي مسها ترا. أنا غبي مثل كي نقليوها العباد الكل يحبوها. هريسة. لا هذه طليعة ولا ما عادش مخ وسم. مش هريسة بطاطا. بطاطا أنا يا غبي شم ريحتها مرة أخرى. أي 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 بالحق والله شم في ريحة بطاطا. باه اللي بعده تو ترى شم الريحة هذي. هذي أنا أعرفها ريحتها. شنيا تان تحب ذوق؟ معرفش. بيه هذيه
نعرفوا حطوه في التاي حاجه كي نذكر. اي حطوه يعملوها فيزي انفيزون. شو اسمه كي نعناع. لا لا مش نعناع. يا والله. سكان جبير. يعني ما نعرفش اسمه اما نعرف ريحته. سكان جبير ولا جنجبر تنجموا زاد فما اللي يعيطوا زنجبيل زاد. احنا في الدار يعملوه. زنجبيل فما عسل منهم زاد فيه في تركيا خذينا منه. هذا ما نعرفوش هذا هاني قاعده نكتشف معاك بنينه. اي نعرف ريحته. هاي به شو هذي ما بنها الريحه. هاي شمت راه ما شميتش ما بنها عجبتني الريحه بنينه هنا. ليه مش بنينه ساعه عرفتيش شني هذا بريسك نطيب حطوه في اي ماكله نطيبوها كل ماكله نطيبوها نبداو من الاول نحطوه نقصوه هكا طروف طروف يبدا يبكي فينا يبكي فينا يبكي فينا ثوم تي بصل بصل صحيتك سي بون تنسانا طلعت برشا برشا حاجات منهم في بالك نحيو زاد عينين فيفو هوا فيفو تعرفوا فيفو اي مليكا والله شككتني في روحي راو تحب ساعة تشرب حاجة توا باش تنسى الروايح الكل تحب تشرب ديلي شيك متاع ديليس وإلى ليغو شنو تحب؟ ليغو باه ليغو تحب فخيز وإلا تحب بيسكوي فاني بيسكوي فاني أوكي وين باش ناخو الفخيز أها هاي يجا صافا اللعبة مش صعيبة برشا؟ مش صعيبة سور سور باهي اوه ابدا انت تشرب الجو نتاعك خاطر انا عندي لي كادو خاطر كنت جيت بحذانا فمش باهي هاي هاي نحلك فيها الباي خاطر انت جيت بحذانا وطيبنا شوف محلاوة كل اللي تاخت نتاعنا اي مزيانين جاوا ملونين الوان الوان اي هاي ذوق ساعة ديليس ليغو هاك ديما حربتها راه ديما رد بالك واشرب السيس وين خلينا نعمل نشرب شويه ليغو بشوكولا هنا باش هكا تجيني لينيرجي والفورس ونجم نجيب لك الكادو اش قاولك اوكي اوكي بنين عجبك فاني بيسكوي انت بيان سور بنين بنين إذا بعد اللعبة نمشي نجيب لك الكادو رد بالك دقيقة بركة هاني جيت هاني جيت ترا هو جبني الكادو من عند منصف جوي ترا هاي حلو خنشوفو واش فيه هاي زعما شنيا فيه الكادو ترى حلو حلو مثيل شو كارتون اوبس زعما شنيا شنيا سي شنيا ذي مكياج ما تتكلم دي خط بالكادو عجبك اي بالحق خماري هولو او كريتو محليه كقلوب قلوب والوان الوان مكياج لي مالا بعد فيه برشا حاجات اخرى اغزر فيها هذوكم كل كيما لي بيرل كل استراس اللي يلصقوا باش تولي هنديه اش قاولك والله عايشك عجبك كادو متاكده اي خلينا نقربوا لي تاخذوا لي تاعنا فرحانين بيهم بحذينا توا سي بون لعبنا اللعبه طيبنا حلينا الكادو شربنا الليغو سي بون ظهر لي كملنا توا كل شيء وقعدنا كاين باش نغطسوا هكا هكا ونمشمشوهم كلي تختوليت نتاعنا. اي هكا ولي تحب تسلم على حد؟ اي هكا الكاميرا سلم على اللي تحب. نسلم على عائلتي وعلى الانترنت تاعي وعلى اسمع ظهرلي ما يسمعوكش راهو هكا بالجمله جمله نسلم على عائلتي ونسلم على الانترنت تاعي تاع الباسكيت وزاده نسلم ونشكر زاده تاع عيدوده على خاطر رجلتي شافت عملت لي مكياج. نقول لكم باي باي.